ناخد واحد كمان من نجوم المباراة ونجوم البطولة، مش بس المباراة، انه سجل طبعا في مباراة القاهرة وسجل قبل كده في ماتشات تانية. كابتن علاء ميهوب طبعا نجم النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء الخير يا احمد، و مساء الخير يا كابتن ماهر، و كابتن علاء. منورين. لا كابتن ماهر، كابتن علاء، يا كابتن ماهر. ايه حضرتك كابتن ماهر؟ انا علاء. علاء ازيك يا كابتن؟ منورين اخبارك ايه؟ والله. اخبارك ايه؟ وحلقه جميله قوي على فكره. حبيبي يا كابتن علاء، قول لي يا كابتن علاء، دي البطوله اللي اتقال عليها حلوه، البدايات كانت يعني بدايه التوهج والنجوميه والتالق مع الاهلي، ولا كان في بوادر قبل كده؟ لا كانت دي كانت البدايه، دي يعني كانت البدايه. البدايه، لان في اول ماتش الحمد لله سجلت اللي هو الاجيال الصومالي، اللي هو كانت الاول خطوه بالنسبه لنا. ايوه كابتن طبعا عارف التفاصيل، السفريه طبعا. الصومال كانت عامله ازاي، والسفريه يعني السفريه دي او البطوله دي كلها انا كنت في الغير جدا، كنت انا وكابتن طاهر ابو زيد اصغر اثنين موجودين في الفرقه. فاحنا يعني كنا بنسافر مع منتخب الناشئين، سفريات افريقيا كتير جدا، لكن السفريه دي مختلفه. ده الهدف طبعا، ده كان في دقيقه حوالي 91، يعني عايز اقول لك خلاص اخر هجمه كنا هنلعب بقى ضربات جزاء وكده، كان الموضوع هتبقى ازمه شويه، مع انه كان فريق متواضع جدا، لكن ده كان اول هدف ليا في البطوله الحمد لله، كانت فاتحه كتير. بعدها ربنا بقى عارف سهلها، والحمد لله كسبنا بطوله، وبطوله غاليه جدا وصعبه جدا ومتعبه جدا. لكن انتوا داخلين بطوله صعبه، الاهلي ما حققش لقبها قبل كده اول مره، لعيبه صغيره داخلين مع كباتن كبار ونجوم كبار جدا. مين ال يعني ايه النصايح اللي اتقالت لك، او مين اللعيب اللي خد بايد كابتن علاء ميهوب في بدايه مشواره؟ ايه المواقف اللي ما تنساهاش من الكباتن الكبار على مدار البطوله كلها كابتن علاء؟ لا قول لي مين اللعيب الكبير اللي ما خدش بايد، يعني بجد والله بدون اي مجامله خالص. انا الحمد لله اللي ساعدني وطلعت وسط مجموعه لعيبه كبيره جدا، اساميها تخض كلها على بعضها، ما اقدرش اقول اسم وانسى تاني. فانت متخيل انت وسط النجوم دي واخدين بايدك من اول ما طلعت، او حتى مش قبل ما اطلع على فكره. تخيل احنا كنا بنتمرن في ملعب واحد، انا ما كنت بتمرن قبل الفريق الاول، فكانت اللعيبه الكبيره دي بتتفرج علينا. انا كان بالنسبه لي هم بيتفرجوا عليا في الناشئين، كانت بالنسبه لي حاجه يعني عايز بمنتهى السعاده. فدارت الايام ومرت يا احمد، ولقيت في وسط النجوم دي، فانت بالنسبه لك انت في حته يعني اكتر حاجه بتتمناها في حياتك. فالناس كلها بتحبك، والناس كلها حواليك، والناس كلها عايزه تاخد بايدك، فانت ما تقدرش تقول مين اللي بيساعدك. يعني من اول كابتن اكرامه، كابتن ثابت بطل الله يرحمه، الى اخر واحد في الملعب، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن مختار. مرورا بقى بالصخره اللي قاعده قدامك، هو كان باين يا احمد علاء وهو تحت 14 سنه مستر الدكتور يختاره للفريق الاول. علاء 14 سنه يعني كان باين، كان واضح قوي ان علاء ماشي بخطوات في المراحل السنيه. طيب رايح للفريق الاول. اصعب ماتش يا كابتن علاء في البطوله؟ اصعب ماتش في البطوله هو اللي بتتفرج عليه ده، ان كان فتحة خير وطبعا كتوكو، وكانت النهايه في القاهره. انت بتتكلم مش كتوكو، كابتن ماهر طبعا ادرى واحد بالفرقه دي. كتوكو ده كان منتخب غانا، والله يا احمد بدون مبالغه، منتخب غانا بيلعبك، فكانت مباراه صعبه جدا جدا، واللي هناك كانت اصعب، لان هو طبعا اكيد حاجه حكى لك على الاجواء اللي قبل. لا ده احنا لسه هنخش في اللي هناك دي فيها تفاصيل كتير قوي عند لا ده اللي هناك ده خلي انت جبت جول في ماتش القاهره هنا صح؟ القاهره جبت جول بالشمال، حلو قوي قوي يعني، جول حلو فعلا، صعب صعب جدا، فيرست تايم. الكوره نطت كمان قبل الخش بشويه، وكابتن محمود الخطيب عرض هدفين. انا عايز اقول لك ان الفريق كتوكو خارج من القاهره، مش متخيل ان الفريق ده خسر ثلاثه في القاهره من فريق اسمه الاهلي. كتوكو ده فريق في قاره افريقيا يعني قوي جدا، وصدمه في غانا كلها ان الفريق ده يخسر 3-0. انت بتتكلم في بالنسبه لهم يوم مأساة حزين طبعا. يوم حزين ان يخسروا ثلاثه، دي حاجه بالنسبه لهم يعني مش متخيلينها. ايوه فلا الموضوع كان على قد ما هو ممتع جدا بعد المباراه وصعب جدا، لكن بص كمان جماهيرك كانت عامله ازاي في الاستاد دي، كمان الجماهير دي تخلي يعني ده الهدف ده جول على ده يا احمد، صعب جدا. مصطفى عبد عملها برجله الشمال، انا كنت مكان كابتن خطيب فيرست تايم علاء، صعب جدا ده. بس ده جول الثاني يعني الحمد لله كان توفيق من ربنا، وريحنا شويه 2-0، وبدا بقى الجول الثالث الجميل اللي جابه كابتن خطيب، وسيرنا المباراه. انا عايز اقول لك يا احمد، كابتن مار طبعا افتكر الكلام ده، احنا اول ثلث ساعه في المباراه دي احنا مش شايفين حاجه خالص، كابتن اكرام انقذ هدفين محققين المباراه اللي اتفرج عليها دي. فلا انت بتتكلم مع فريق صعب جدا،
لكن الحمد لله قدرنا نتوازن ونفوز ب3-0. ان كان اول نهائي وكان نهائي صعب جدا وكانت بطوله بعيده جدا علينا، بقالنا سنين ما وصلناش للمرحله دي، لكن الحمد لله كان 3-0 وهناك 1-1 بهدف كابتن خطيب. كابتن ماهر بقى يعيش معاك في الماتش ده لانك مش عايز اخش انا كابتن ماهر، ان كابتن ماهر كمان راجل جميل جدا وكابتن من الناس اللي بعتز بيهم جدا جدا جدا. وراجل كده كان صوته بيبقى في ودني على طول المباراه فعلا والله. هو كابتن مصطفى يونس اثنين كمان تسمع بس الكلام يا احمد من غير ما تبص وتتحرك على كلامهم، لان هم في الاخر هم اللي شايفين هم عايزين احنا في احسن حال. دي احلى ميزه في كباتن النادي الاهلي على فكره، على مر السنين مش السنين دي، طول النادي الاهلي بيتميز بكده، ان اللعيب الكبير اللعيب الصغير بيطلع بياخد بايده وعايزه في احسن حاله. هو ده النادي الاهلي، ودول لعيبته الكبار واساطيره، وده نجومه، وده دي جماهيره. فالحمد لله احنا بجانب ان احنا بنستمتع بمشوار البطوله ومستمتعين بيك شخصيا يا كابتن علاء، ومستمتعين باهدافك الحلوه كابتن علاء ميهوب طبعا نجم النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا.